هذا وكانت فخامة رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو قد توجهت صباح اليوم إلى مقام الشهيد بالعاصمة، حيث وضعت إكليلاً من الزهور ووقفت دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. ضيفة الجزائر، وبعد إطلالة على خليج الجزائر تنقلت رفقة وزير التعليم العلي والبحث العلمي كمال بداري ووزير المجاهدين العيدر بيغا إلى المتحف الوطني للمجاهد، حيث اطلعت على تاريخ المقاومة والنضال والثورة التحريرية المجيدة لتوقع في الأخير على السجل الذهبي للمتحف.